أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامجكم العين الثالثة. نهر أبي رقراق عانى منذ مدة قصيرة من كارثة بيئية حقيقية، تلوث أضحى ظاهرا على مياهه التي اعتلتها بقاع سوداء وروائح كريهة تنبعث منها، والسبب حسب مختصين في الشأن البيئي أحد أحواض عصارة الأزبال لكسيفيا بمطرح الأزبال أم عزة الذي انهارت جنباته وتسرب إلى وادي عكراج الذي يصب بدوره في وادي أبي رقراق. هناء ضياء تنقلنا إلى هناك وترصد لنا مشكلة تلوث النهر عن كثب من خلال تحقيقها في الموضوع، لنتابع. أبو رقراق هو نهر يقع في غرب المملكة ويبلغ طوله 240 كيلومتر. ينبع مصدر النهر من جبال الأطلس المتوسط على ارتفاع 1627 مترا على مستوى جبل مترزان بخمسات وغرو بخنفرة. ويصب نهر أبي رقراق في المحيط الأطلسي الذي يفصل بين مدينتي الرباط من الجنوب وسلا من الشمال، إذ يعتبر النهر من أهم الأنهار في المملكة، لكن بسبب تسرب الكسيفيا إليه قادمة من مطرح أم عزة بعد أن تصدعت إحدى جنباته المحادية لوادي عكراش الذي يصب في نهر أبي رقراق، تحولت مياهه إلى مياه نافتة للروائح الكريهة والسامة. كيف ما كيعرف الرأي العام الوطني، اليوم كان واد أبي رقراق اللي يعتبر من أهم الروافد اللي كتحيط بمدينة الرباط عاصمة الأنوار، تعرض لواحد المشكل ديال التلوث كبير اللي كان المصدر دياله هو عصارة النفايات الليكسيفيا اللي تسربات من محطة ديال أم عزة، وهذا كيحيلنا لدق ناقوس الخطر كبيئيين فيما يخص الحفاظ على المقدرات البيئية ديال الرباط، لأن المشروع ديال مدينة الأنوار من أهم الركائز ديالو البعد البيئي، بالإضافة إلى البعد الثقافي والرياضي وتأهيل البنية التحتية، البعد البيئي حاضر في مشروع الرباط مدينة الأنوار، واليوم كيتمس واحد الجزء واحد المكون من المكونات ديال البعد البيئي ديال مدينة الأنوار اللي هو واد أبي رقراق. العصارة ديال النفايات كنعرفوا أنها كتحتوي على معادن ثقيلة كالنيترات كالرصاص كالزئبق، وكتشكل خطر على التنوع البيولوجي ديال النهر، وكما كتشكل خطر كذلك على الناس اللي كيستعملوا هذا النهر، هذا في السباحة في الرياضات البحرية إلى غير ذلك. إذا اليوم نحتاج إلى سياسات استباقية فيما يخص التعاطي مع تدبير النفايات ديال عاصمة المملكة. العاصمة كتوسع، الساكنة كذلك كتعرف واحد نمو ديموغرافي كيزداد عبر السنوات، ولكن كتبقى التدبير ديال النفايات كيحتاج لواحد استراتيجية استباقية حتى لا تقع مثل هذه المشاكل. وكنعرفوا أن ماشي بالسهل التعاطي مع النفايات المنزلية، لأنها فيها واحد المشكل في الثقافة ديال المواطن أولا، كيخص الدفع والتحسيس بالمواطن لعدم استهلاك واحد النفايات اللي كتؤدي إلى تشكيل تلوث كبير ديال الليكسيفيا. كنعرفوا بأن المواطن اليوم ولا كترتفع المستوى السنوي ديال النفايات اللي يستهلك، وحتى الطريقه ديال التدبير ديالها منزليا ما كنشفوهاش، كنخليوها فازقه الخضار الى غير ذلك، النفايات البلاستيكيه مما كيزيد في الحموله. مسؤولية تلوث نهر أبي رقراق حسب حسات مصطفى الناشط البيئي تقع على الشركة المدبرة لمطرحي النفايات أم عزة وأيضا الجهات المسؤولة، كما تقع أيضا على عاتق المواطن. موسيقى
وهذا كيدفع الى العمل بشكل تشاركي. كنبداو بالمواطن بالتحسيس ديالو، كنشتغلوا مع مسؤولي الجامعات المحليه باش تكون عندهم سياسه استباقيه مع الوزاره الوصيه اللي هو وزاره الداخليه، باش يمكن ضخ استثمارات تكون في حجم هذا الاستهلاك ديال النفايات والتدبير ديالها. هذا المجهود الجماعي ديال المصالح الخارجيه وكذلك المجالس المنتخبه والمجتمع المدني كيمكن يعطينا حلول مستقبليه واقعيه كتحافظنا على المقدرات البيئيه، وكذلك كيتم تدبير النفايات بواحد الشكل سليم وصديق للبيئه. في ثلاثه المرات كيتعرض الواد ابي القراق للتلوث، كانت محطه سابقه لشي زيوت جات من المخلفات النفايات ديال سجن العرجات. بعد تدخل ديال المجتمع المدني والسلطات الى غير ذلك، تم وضع سهاريج لتدبير النفايات لوكالمو محليا بسجن العرجات. كانت كذلك سوابق كذلك في بعض الانفلاتات ديال بعض المصانع الى غير ذلك اللي كتصب في الواد. تحرك ديال السلطات، تحرك ديال المصالح الخارجيه كيوضع حد لهذيك التسربات باش كي ما نوقعوش في مشاكل بيئيه اخطر. ان اليوم كنعرفوا بان الواد ابي القراق هو واجهه بحريه سياحيه مستقبليه للمدينه، متنفس طبيعي يحاصر المدينه على مسافات كيلومترات، في استثمارات سياحيه مستقبليه، مركبات ثقافيه، فنادق الى غير ذلك. لا يمكن ان نسمح بتدمير التنوع البيولوجي لهذا الواد اللي هو كيشكل رافد بيئي اساسي للمدينه. ما تعرض له نهر أبي رقراق من تلوث لم يكن وليد اللحظة، إذ عانى هذا الأخير من مجموعة من الحوادث البيئية المشابهة على مر السنين، غير أن تلوث الأخير تصدر العناوين الكبرى للجرائد والمواقع الإلكترونية، الشيء الذي دفع العديدين لطرح السؤال: ما هي الأضرار التي قد تطال النهر؟ أهم الأضرار حينما كترتفع النترات والمعادن الثقيلة كيؤدي إلى نفوق واحد العدد ديال الأسماك، وكنعرفوا أن السلسلة البيولوجية داخل الواد كتعتمد على نوع من السمك إلى انقرض، كيؤدي إلى انقراض واحد السلسلة مهمة، وهذا لا يقدر بثمن، خاص تحتاج إلى أجيال وسنوات بالمئات السنوات باش يمكن لك ترجع هاد الكائنات إلى البحر. الأضرار الصحية، الناس اللي كيستعملوا هاد المياه هذه في السقي إلى غير ذلك، كتعطينا أمراض سرطانات في المستقبل، خصوصا سرطانات ديال الجهاز الهضمي إلى غير ذلك، وبالتالي كنزيدوا في الثقل ديال التكلفة على وزارة الصحة وعلى القطاع ديال الكاهل الدولة. الأضرار على المستوى كذلك السياحي، هناك العديد من الرياضات البحرية مرافق كتدار، كيولي كيصعب ممارسة هاد الرياضات وهاد الانتفاع البيئي السياحي بالواد، يعني كيولي في واحد الدائرة اللي محدودة جدا. الكارثة البيئية لنهر أبي رقراق أضرت بالفرشة المائية، وحولت النهر إلى مكان كريه تنبعث منه روائح تزكم الأنف. الساكنة المجاورة للنهر عانت الأمرين من هذا الأمر، إذ أضحت الروائح المنبعثة من الوادي تقض مضاجعهم، الشيء الذي اضطرهم إلى إغلاق نوافذ بيوتهم ليلا ونهارا. كانت الريحه خايبه، اشو عينيا كيدايرين انايا دابا حاليا؟ عينيا ضاريني، مازال ضاريني، وباش نخدم باش نشري لهم الدواره ما عنديش باش نشري لهم، شنو غندير؟ بالتلوث انت عينيا شو كيديري؟ عطيني نشري الدواء وكذا ودي شنو غندير؟ اللهم نتكاف مع بليتي مع وليداتي، ما عندي ما ندير من غير هادشي. كان عندنا الما نقي، كانت عندنا البيئه زوينه، كلشي تيجي الناس تيجي وكلشي كاين، الدراري صغار لا والو، كنا مرضنا والدراري مرضوا من عينيهم، كانت الريحه كارهه، هذا هو اللي كاين. اللون ديالو باقي ما ولاش كما كان الاول، تقريبا دابا هادي شي 4 ايام ولا شويه الماء صفى،
ولكن باقا ديك النسمه ديال الريحه، ونطلبوا من الله يصاوب. والمهم دابا راه شحال هذه كان خايب الريحه خايبه، كانوا الناس يجيو يصيفوا هكا، تيجيو يصيدوا ما تلقاوش الريحه، ما تلقاوش فين يجلسوا. دابا راه تنقات الامور ولات بخير، بداو تينقيو داك الشيء. اه كانت تجينا الريحه منه خايبه هكا، الحوت الى صيدناه ما تناكلوش، تلقاو فيه واحد الريحه خايبه، تياكل داك الزباله حاشاك ديال داك الشيء، تيكون لتحت ياكل داك الشيء، تتقايف اللحم ديالو فيه واحد الرائحه كارهه، فهمتي؟ ايه كان كحل بحال هكذا، يعني الرائحه هكذا وفيها شي بيوضيه، هذا المهم بحال السموم، بحال شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. راه تدوزي راه تشمي واحد الريحه ماشي هي هذيك، خلاص الا هبطتي للضفه ديالو ولا شي حاجه، راه كان واحد الروائح اللي ما يقدرش بنادم هكذا يريح حداها او لا يستوعبها ولا هكذا. كان اللون ديالو باين بانه موسخ وهذاك الشيء، حتى الناس اللي تيعوموا راه كان تيبقاو يحكوا هكذا في الجلد ديالهم، وتتخرج لهم واحد الطفرات هكذا في الاخر الجلد ديالهم. اما دابا الحمد لله ولات مقاده. ما جاء على لسان الساكنة المجاورة للنهر كان صادما، التلوث والروائح أصبح كابوسا يشثم على أنفاسهم، أمراض تنفسية وجلدية عانوا منها في الآونة الأخيرة، حالات اختناق ربطوها بالروائح الكريهة للنهر، الشيء الذي اضطرنا لنقل تساؤلاتهم إلى المختصين. En vérité, il est très difficile de parler des impacts sanitaires et environnementaux, car ils sont diffus. إنه من الصعب التحدث عن التأثيرات الصحية والبيئية نظرا لانتشارها في الزمان والمكان، لكن العديد من الملوثات تتفاعل فيما بينها في الأوساط الطبيعية المختلفة، الهواء، التربة والمياه. التأثيرات المعروفة على الصحة والبيئة تتجلى خاصة في التلون البصري، تدهور المناظر الطبيعية التي تفقد جماليتها. ثانياً نذكر تلوث الموارد المائية عبر تلوث الفرشاة المائية التحتية جراء تسرب الجراثيم والمعادن الثقيلة. وفي الأخير كل ما سلف ذكره يؤدي إلى ظهور أنواع من البكتيريا والفيروسات والقوارض والحشرات والذباب التي تعتبر وسائط ناقلة للأمراض. في الختام هناك انبعاث روائح كريهة وغازات سامة مع وجود خطر اندلاع حرائق ناتجة عن الاحتراق التلقائي، بالإضافة إلى تلوث الوسط البحري نتيجة التفريغ المباشر للأسبان، الشيء الذي يشكل تهديدا حقيقيا للإنسان. كل ما سبق يمهد لانتشار الأمراض عبر تلوث مياه الشرب بجراثيم ممرضة قد تتسبب أحيانا في إزالات الكوليرا الأميبية وتقيؤات أحيانا، وانبعاث الروائح الكريهة والغازات الضارة تسبب في أمراض تنفسية مثل السعال وصعوبات في التنفس والربو والعطس وخاصة الحساسيات، كما تترتب عنها أمراض جلدية عن طريق العدوى أو حساسيات مثل التهاب الجلد المعدي. السؤال المطروح، ما هي الحلول؟ الحل ضرورة معالجة هذه العصارة لتجنب الكارثة الطبيعية. لازم les éternuements et surtout des allergies provoque des maladies de la peau par infection ou allergie. On parle alors d'eczéma, d'urticaire, des dermites infectieuses. Alors, quelles sont les solutions? Il faut toujours traiter ce lixivate pour éviter une catastrophe écologique. الدكتور الحلو أخصائي في أمراض الحساسية أكد لنا ارتباط الأمراض التي تعاني منها السكان المجاورة لنهر أبي رقراق بالكارثة البيئية التي ألمت به، كما حذر من خطورة الوضع الذي قد يتسبب في أمراض مزمنة كالربو وأوبئة قد تصل إلى داء الملاريا. وبالحديث عن الأضرار التي تسبب فيها النهر للإنسان، لا ننسى الحديث عن الحيوانات. We'll be right back.
معضلة حقيقية عرضت نهر أبي قراق للتلوث، خاصة مع بداية شهر مارس، مما يعني أثر سلبا على المياه ديال النهر، نفوق الآلاف ديال الأسماك، الهجرة ديال الطيور اللي ما بقاتش يعني هنا في النهر، وبالإضافة يعني القطاع مورد الرزق ديال مجموعة من أصحاب المراكب اللي كي يعني تعيشوا من خلال مسألة ديال صيد الأسماك. هناك أضرار كبيرة وكبيرة جدا، يعني إلا استطلعتوا مجموعة من الفلاحين غادي يقولوا لكم يعني المشاكل اللي وقعوا لها، يعني ماتوا لهم يعني المشية ديالهم، الأطفال ديالهم تأثروا يعني لأنهم مرضوا من خلال هذا التلوث اللي مر به نهر أبي القراق لمدة تفوق شهر ونصف. احنا كننتظروا شي تدخل ديال السلطات المنتخبة، لم يصدر أي بيان على مؤسسة تعاون بين الجماعات اللي كيسيرها العمدة ديال مدينة سلا في هذا الإطار، ما صدرش شي بيان على الشركة اللي كتدبر النفايات. ملي سولنا يعني كمجتمع مدني قالوا لنا بأن الشركة يعني فسخت العقدة أو تم فسخ عقدتها منذ يوليوز 2020، يعني ننتظر كساكنة وكمجتمع مدني حلول عاجلة، كما ننتظر أجوبة على التساؤلات ديال الساكنة والأضرار اللي لحقت بهم. إذن هي مجموعة من المشاكل التي ترتبت عن حادث التلوث البيئي لنهر أبي رقرق، مشاكل ارتبطت بالبيئة وصحة الإنسان وسلامة الحيوان، لكن السؤال المطروح ما الحل لمعالجة هذه الأخيرة؟ الحل باش يمكننا إن شاء الله تكون عندنا رؤية استباقية حتى لا تتكرر مثل هذه المشاكل، هي مشاكل عند جميع الدول في جميع العواصم كيوقعوا هذه المشاكل ديال التلوثات، ديال صعوبة التدبير لإشكالات النفايات كتختلف من عاصمة إلى عاصمة، لكن وجب الآن تكون عندنا واحد خلية اليقظة اللي توضع مشروع مستقبلي كيستشرف التدبير المستقبلي للنفايات، لا النفايات المنزلية ولا العصارة ديال الليكسيبيا، كيفاش يمكن تخلصوا بها بطرق هندسية علمية تواكب النمو الديموغرافي للمدينة والتوسع ديالها على المستوى المحيط بأكمله. اليوم كنعرفوا بأن المغرب خطى خطوات كبيرة في ما يخص اتفاقيات تغير المناخ، ومغرب احتضن قمم عالمية فيما يخص المتعلقة بالتغيرات المناخية والشنجم الكليماتيك. المغرب عنده أكبر محطة في العالم لإنتاج الطاقات النظيفة، كيتوجه بيئيا نحو النقل النظيف، التي جي في، الترامواي إلى غير ذلك. فتدبير النفايات جزء من هذه السياسة الكبرى للمملكة اللي تحتاج تضافر الجميع، تضافر الخبراء، تضافر المعنيين، البحث عن استثمارات مهمة في هذا الاتجاه هذا، فتح الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع هذا اللي يمكن نستفدوا فيه بشكل كبير، ونستفدوا من تجارب دولية كذلك اللي ما يمكن لها إلا تعود بالخير على البيئة المنطقة وعلى مشروع العاصمة الأنوار. في الوقت الذي يرى الناشط البيئي عسات مصطفى أن الحل يكمن في ترشيد معالجة وفرز النفايات، يؤكد رشيد الأطرسي الفاعل الجمعوي أن الحل يبدأ بربط المسؤولية بالمحاسبة ودق باب المسؤولين عن القطاع. الحل يجب يعني أن تتحمله السلطة المسؤولة، يعني المسؤولة عن تدبير قطاع النظافة في كل من مدن الرباط سلة مارة، يعني خصها تحمل مسؤوليتها. يجب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة باش ما نطيحوش يعني في مثل هاد الأضرار ومثل هاد الأخطاء اللي تحملتها يعني اللي تحملها ويكبدها سكان مدينة الرباط ولم يرتكبوا أي ذنب، فهم يؤدوا الضرائب يعني يؤدون الضرائب للدولة، ولكن المسؤولون عن تدبير الشأن العام في الحقيقة أنا تيبان لي بأنهم يخلون بمسؤوليتهم عندما لا يعطون حلولا لإيجاد يعني لحل هذه المعضلات، كما أن هناك يعني كثير من إشكالات أخرى لم يتم حلها لحد الآن.
من جهتنا حاولنا الربط الاتصال والتواصل مع مجموعة من المسؤولين على رأسهم عمدة مدينة سلا جامع معتصم لشرح أسباب وظروف هذه الكارثة البيئية، لكن اتصالاتنا ومحاولتنا قوبلت بالرفض، إذ تنصل جل من اتصلنا بهم من مسؤولية الرد في الموضوع. ليظل بذلك مشكل تلوث نهر أبي رقراق مطروحا في غياب تام لمجيب عن تساؤلاتنا.